مو هاد رجل الأعمال أنور أقصال؟ هاي اللي قاعدة معهم أنا شايفتها من قبل، يمكن مهندسة عندهم بالشركة. شوف هالصغير مقطيبه اللي وراك عم يتطلعوا فينا. عم يتطلعوا فيكي؟ أنت بتعرفهم؟ لا، بجوز هني بيعرفوني، يمكن من الشغل. قول هي كنان. أيوة أيوة أيوة، فتحت أمك. برافو عليك، ما رح طعمي أمك. شوية عصير وراه. هاي الأكل كتير طيبة. صحة وهنا. يا ريت بس لحقنا نروح على الحلاق مشان يشوفوك بيت جدك مثل القمر، ما هيك؟ ايه خديني. بس هيك منتأخر. إذا مشغولة أنا باخده. بلبكك. لكن أنا صار رجال، رح أخده على الحلاق تبعي. بتروح؟ بتروح؟ ايه بروح. ماما أنا رايح الشارع عند الحلاق تبع رجال. والله ابني صار رجال. كمل العصير بركي بتكبر على الطريق. ايوه كمان شفة مشاني. اوه يمكن هالولد بيقربهم. شو رأيك انت؟ لك كثير مهضوم هالصغير انور بيك. كيف قصل له شعراته؟ ما بعرف، اساله. كنان كيف يقصل لك اياهم؟ قصر لك اياهم شوي، بس بتعرف خليهم طوال احلى. احلى؟ اسمك كنان لك؟ ايه. اتشرفنا كنان بيك، وانا اسعد. اهلين عمو اسعد. شب قريبك انور بيك؟ مثل ابني.